أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يستحق العاملون في الجمعيات الخيرية مكافأة لتشجيعهم، علما بأن الدولة عندنا لا تعطيهم شيئا؟ من الزكاة لا، أما تبرع لهم أو من المتبرعين ما في بس، التبرع أوسع، أما الزكاة لا. زكاة حصرها الله في 8 أصناف لا نخرج عنها، ولا تجزي، إذا خرجت عنها ما تجزي. نعم.